السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه جديده من المطبخ. حلقه النهارده عن الوسامه. بصراحه اوسم مني عشان يقدم حلقه النهارده لان استاذ ابراهيم مخاصي مش فاضي، عنده لايف على التيك توك، فانا اللي هقدم حلقه النهارده عن الوسامه. مين اوسم لعيب في الدوري المصري؟ او سالتك مين الكراش بتاعك في الدوري المصري؟ انت والله السكه. بنسبه 90% هيطلع احمد السيد زيزو، لعيب بنادي الزمالك وهداف الدوري الموسم الماضي. رغم ان في لعيبه كتير اوسم من احمد سيد زيزو، عبده مثلا في غزل المحله. انا يا بنتي دي مش تريقه، ده هو فعلا وسيم، ولكن الوسامه مش شرط اساسي عشان تبقى جان الكره المصريه، لازم تبقى وسيم وحاجه تانية. وسيم وهداف، وسيم وبتلعب في الاهلي او الزمالك، وسيم وبتشترك في بطوله قويه زي بطوله كاس الامم الافريقيه. هي الحاجات بتروح مني ليه كده؟ ايوه بتكلم عن ابو جبل واخر كاس الامم الافريقيه وكمان هو جان البطوله. ابو جبل رغم ان هو كان موجود في الدوري المصري من زمان وموجود في الزمالك من زمان، الا انه لما شارك في بطوله قويه زي امم افريقيا بدا يتابعها المهتم بالكوره واللي مش مهتم بالكوره، والكتاكيت بداوا يركزوا مع ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل، بارك له، مبروك يا ابو جبل. وتحول ابو جبل لترند الوقت دوت، وطلع مع مدام منى الشاذلي بقى، وطلع مع وظبط الدنيا يعني، وبدات الكتاكيت تروح له المباريات وتاخد التيشيرت وبتاع. يعني طبعا ما بيعملوش كده مع البنك الاهلي اكيد يعني. وده يخلينا نطير لاوروبا لاستفتاء الاوسم في تاريخ الكره العالميه. وطبعا اول شرط من شروطها ان هو يكون لعيب دوريات عالميه وانديه قويه. ونبدا بالمركز العاشر، نيمار لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي. بص انا مش عارفش هو اللي اختاروه، اتكلم بادب يا ولد، بس هو نيمار لعيب موجود في كل حته. نيمار ما بيقولش لاي اعلان، لا لدرجه ان انت رمضان اللي فات لقيته على الكوبري اكتوبر بيعمل اعلان لشركه عقارات. في المركز التاسع ايجي دي بروين، بطل الدوري الانجليزي سنتين ورا بعض. يفرق عني ايه الواد ده؟ في المركز الثامن اليسون بيكر حارس ليفربول، والطول هيبه برضه فمش محتاجه يعني، انت كده كده داخل يا باشا يعني. مصنع نيفي احط يد كده وادهن. في المركز السابع الخاين بيكي، ايوه هو شاكيرا شاكيرا. في المركز السادس بيجي العيسي يا جماعه، كفايه ان هو بيلعب في برشلونه، كان بيلعب في البايرن اقول لك ما تاخدوهوش يا جماعه ده وحش، لكن في برشلونه خدوه يلا يلا شغال. في المركز الخامس الفرنسي جريزمان، الفائز بكاس العالم 2018، ودي كفيله تبقى انت وسيم، لو انت مش حلو هتبقى حلو يعني، ده كاس عالم. وفي المركز الرابع بيجي كريستيانو رونالدو، غني عن التعريف. وطبعا لو ما جاش في الاستفتاء دوت هنقول الاستفتاء ده مضروب. حنين. وفي المركز الثالث يجي اوليفي جيرو لاعب اي سي ميلان الايطالي. ركز بقى مع المركز الثاني والثالث، لان اللي جايين دول زي ما بنقول بابا الشغلانه. في المركز الثاني جورج بيست من يونايتد في الستينات. مع بدايه البث التلفزيوني ظهر نجوم جديده غير نجوم الفن والسينما. ظهر نجم خطف كل الاضواء. وهو جورج بيست. اول لعيب اللي قص الشريط، واول لعيب يخش عالم الاعلانات. جورج بيست يعني كان زي حالاتي كده، ما بيجي له في اليوم لا يقل عن 10,000 رساله غراميه، كان كل فتره بيغير عنوانه لان كل ما عنوانه يتعرف بيجي عليه الوفات من المعجبات. اشترى بيت يلاقي هوب المعجبات هب عليه، اجري يا عم انت لعيب كوره مشهور خلاص، بنات وخمره معروفه. خمره؟ امال الكاس هيبقى ايه؟ اعوذ بالله من غضب الله. وبسبب الخمره دي كبده اتهرق وتوفى بسبب الكبد. ومن غير تفكير في المركز الاول بيجي الاسطوره بيكهام، لاعب المنتخب الانجليزي وريال مدريد، ودايما بيكهام بيعرف ياخد اللقطه في اي مكان بيروح. كل مجله ليها مقاييسها في كل استفتاء، وممكن الاستفتاء يتغير من مجله لتانيه. لو نقلنا الاستفتاء دوت هنا مصر وعملنا استفتاء الأوسم في تاريخ الكرة المصرية، وده محتاج حلقة تانية هنقولها المرة الجاية.